الحديد اليوم معاك غادي نتعلموا حيل، ماشي حيل، هي نصائح اكثر منها حيل، باش نتفاداو الحوادث المنزليه اللي كتحضر الوليدات الصغار ديالنا. فشنو هي هاد النصائح هاد؟ اول حاجه كنعرفوا بان الامهات كيكون عندنا داك الهاجس ديال النظافه في البيت، كنحطوا القريعات ديال جافيل ديال المطهرات المنظفات اللي كيكونوا هما سامين، دائما كنحطهم في البلاكارات ديال اللي هما كيكونوا لتحت وكيكونوا على يدين الاطفال. هذا خطا بطبيعه الحال. انا باش نتفاداو هاد المشاكل هذه كيمكننا ناخذوا بحال دي سوسبونسيون اللي غادي نحطوا فيها، حنا ما جبناهمش لان كيكون فيهم الماركات باش ما نوريوش الماركات، نحطوا فيهم جميع المنظفين اللي كنحتاجوهم ونعلقوهم دائما ما يكونوش على اليدين ديال الاطفال. وهنايا جافيل وكاع اللي كنحكوا به اللي كنغسلوا به المنظف كلهم اللي كيكون فيهم مشاكل، ونجنبوا كذلك داك المواد اللي كتكون سامه بزاف بحال ما القاطع. انا كنقول لهم هذا ما خصوش يدخل نهائيا الدار. بالنسبه كنعرفوا ان الامهات دائما كيكون عندنا دوك البلاكارات لتحت، وهنايا عندنا بحال واش ثقافه ولا عادات، كنحطوا كل ما هو صعيب على الصحه ديال الاطفال كنحطوه لتحت، والماكله وداك الشيء الزوين كنهزوه للفوق. بينما يمكننا لان ديما كنعرفوا الاطفال كيبداو اغلبيه الاحيان هادو هما البيوت ديالنا، كنهضروا حنايا على البيوت العاديه التقليديه. حيت ما تجيناش بان نحطوا الماكله لتحت. علاش؟ لان البلاكار بغيتي مثلا تحط دير واحد الصنيدقات وحط فيهم بحال دابا لي بواط دو كونسيرف اولا لي بيسكوي اولا، نحطوهم لتحت حتى داك الطفل اللي كيكون عنده داك الشغف ديال انه يعرف شنو واقع في الدار، واخا يحل شنو غيلقى بيسكوي غياكلو ماشي مشكل، غادي يلقى ما عنده كيديرهم، يعني كتبقى الحاجه كلها اللي هي ديال الاكل ما فيهاش مشكل. طبيعه الحال تفاداو الحمص والعدس وداك الشيء اللي يقدر يمشي يدوزو على حلقه يعني، ونعرفوا بان الطفل ملي كيكون كيتمشى فهذا خطأ. ما كاينش راه كيفهم وراه كيعرف وراه وريت له ولا قلت له، تكون واحد التحسيس بان كاين الخطر ولكن ديما نجريو من مورا. هنايا كيكون واحد المشكل كذلك بالنسبه للبيبان، لان الباب كنعرفوه دائما كيتزدح عليهم الباب كيضربوا في صبعانهم، اولا الناس اللي كيكون عندهم ذاك الباب اللي كيتسد وما كيتحلش، شحال من المراه كتكون كتخرج غير باش مثلا غير حلات الباب الدار تزدح عليها الباب كتلقى الطفل الداخل ديال الدار وهي الخارج. وقعت لي هذا كابوس ديال كل الامهات. انا وقعت لي وقعت لي دونك كيولي واحد المشكل نديرو غير لي بواني العاديين. وهنا بالنسبه للباب باش ما يتزدحش على الطفل انا جبتها شويه مقاده، ولكن تقدروا تاخذوا غير واحد البونجه عاديه، بونجه بحال اللي كنغسلوا بها الماعن وديروا فيها تقبوها وديروا لاستيك من هنا ومن هنا، وكتجي على ديك البوانيه ديال الباب، هذه هي اللي كتولي في الداخل. البوانيات هكا تيكون عليها اكزاكتومون كنخبطوا يعني حتى الباب الا بغى يتزدح كيكون هذا واحد الكلا، واخا الطفل غيكون يدو ما غاديش تقيسوا اليد، وبالتالي غادي نتفاداو هذا المشكل ديال الباب اللي كيتزدح. اولا كاين الحويجات اللي هما بلو مودرن، الكالا اللي ولاو كيتباعوا دابا هادو ثقالين كيمكن نحطهم حتى هما باش الباب انت كشتي شحال ثقيل الطفل صعيب عليه باش غيهزو، باش ما نخليوش الباب منها ديكور للدار، ومنها كذلك غادي نحاولوا ما امكن نتفاداو هذا المشكل. عندنا كذلك واحد المشكل كبير اللي كنعانيو منه هو اننا دائما ملي كنجيو نطيبوا ديما اليد ديال الكاسرونه او ديال المقله كتكون الخارج، هذا خطا كبير لان الطفل عرفوا بانه هو لتحت شنو غادي يجي كتبان له ديك خارجه هو غادي يهزها مقله غيطيح عليه الزيت اللي سخونه الماء كيسخن غادي يطيح عليه. يعني دائما اليد تكون هذه مسائل بسيطه بزاف، كاع نقولوا هو صغير بلا قياس سلحنا راه يدي راه يطولها يطول اكزاكتو وغادي يطيح عليه، لانه كنعرفوا بان الاخطر في هذه المشاكل اللي كتوقع للاطفال كتكون داخل البيت، لانه هو اللي كيكون فيه المقص غادي يشدو غادي يضرب به عيني، هادي كيوقعوا حوادث اللي هاد. دونك هادشي كله نتفاداوه نديروه بحال دابا في هنايا مع كنحتاجو نديرو مع هاد الاشياء هادي اللي يمكن نعلقها وما نخليهاش لتحت. عندنا مشكل كذلك كثير وكنعرفوا بان الاطباء وياكدوها بان كيكون بزاف ديال الحرق بالحداده. الحداده شنو كيوقع لنا دابا؟ حنايا غادي نحطها حدايا باش نوري السيدات، كتكون هكذا الحداده هنايا كنحدد هاد الخيط فين كيكون؟ كيكون ديال الضو يعني مجبود كيما قلتي. شنو كيجي الطفل كيدير الطن وكيجرها كيجرها كيطيحها عليه، دونك ملي غادي نبغيو نحدو هذا الحوايج نختاروا الوقت فين غيكون الطفل ناعس. ما كاينش يا اما في لاكريش بالنسبه للاطفال اللي كيمشيو هذا، اولا ناعس ما يكونش قدامنا لان هذا خطر كبير وكنعرفوا بان الله يحفظ الحرق صعيب الدواء ديالو. بالنسبه للحرق كذلك عندنا الفران كيكون
ديك الزجاجه ديال الفران كيكون ان كيك تيطي ولا الحليوه هو باغي يعرف شنو واقع تما كاينات هنايا كان دابا هادو ولاو كيتباعوا بحال خديات هما اللي كيتعلقوا على الباب ديال الفران هذه فهاديك الجديده ديالو فوالا في الجديدات هادو راه كيتحلوا كيمكننا نعقدوهم وبالتالي كيولي عندنا نصيبوهم كذلك نصيبوهم غير هنايا ملي نصيبوهم نحاولوا ما امكن ناخذوا الثوب اللي كيكون كاين الثوب اللي ضد الحرق دابا هذا الثوب ما كيتحرقش صغير فهمي كنقولوا ما كيتحرقش يعني كياخذ مده كبيره باش يتحرق وخصك تشعل فيه العافيه اللي مات دابا اللي خرجوا اكزاكتومون دونك هادو هما اللي خصنا نديرو لان الا درنا عاوتاني الثوب غير العادي راه هو يكون سخون وغادي يحرق الطفل دونك ملي كنديرهم على الباب ديال الفران بالتالي كيولي انيزولون وكنتفاداو ان الطفل يتحرق دونك هادو هما الاشياء اللي اليوم بغيت ناكد عليها الصحه ديال وليداتنا ما عندناش ثمن وبالتالي خصنا ضروري ضروري ما نقابلوهم سورتو تيكونوا باقيين صغيرين بزاف فهذا خطر كبير عليهم الا مشاو تتحرقوا الفلوس باش غادي نداويهم كثارين بزاف والتشوهات يعني كتكون صعيبه يعني بزاف كل كيسيون دو فلوس هو داكشي كلشي اللي قدمتي هي نصائح يعني نقدروا نستعملوها ونقدروا نطبقوها بدون أكيد. فلوس لان هادشي نقدروا نصوبوه نقدروا نصنعوا هذا هادشي كلشي تيتباع هي غير لفت النظر بان الله يكون في عون كاين شي امهات كيربيو وليداتهم بوحديهم ما معاهمش اللي يعاونهم غير بعد ما يكون هادشي نعرفوا بان الاطفال هادو كنديروهم بون حتى هما كيجيو تحت الباب الباب ما كيبقاش يتحل ويتسد دونك فكت فوالا فكت الا ما عندكمش هذا شي البوشونه ديال المناضه ديك ديالها تحت الباب الباب ما كيبقاش يتحرك دونك ما نمشيوش للحوايج اللي هما غاليين اولا كيديروا الدراري الصغار لعب اي حاجه يمكننا نفكروا فيها قبل ما نديروها باش نتفاداو هذه المشاكل هذه داخل البيوت شكرا لك هدى جنى نمشيو للحظه عند سنا بالعياش وفقره التغذيه